السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. للأسف أنا راجع النهاردة بفيديو محزن جدا، يعني حاجة ربنا عوض علينا فيها. في البداية أهلا وسهلا بكم، معكم أخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحالة. طبعا فضلا وليس أمرا دعم الفيديو بلايك حتى ينتشر، لأن الكارثة دي والفيديو دوت عايزين يوصل لأعلى مستوى عشان نقدر نجيب حق الناس ديت لو ليها حق. الكارثة بتاعت النهاردة ديت أطنان من السمك النافق في آخر فرع رشيد. السبب في الكارثة للأسف برضو إن هو شيء طبيعي، ولكن المفروض نتصرف إزاي فيه. فرجاء دعم المقطع بلايك، لأن كل ما بتدي الفيديو لايك كل ما بيساعد على انتشار الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن. خليكم معنا، ولكن للأسف الفيديو محزن. فينا يا جماعة احنا بطول النيل واحنا ماشيين المنظر ده كده. طبعا موضوع الاقفاص ده يا جماعة عشان تبقوا فاهمين، ده مشروع في ناس عايشة عليه وفي ناس بتوسع بيها رزقها. المشروع ده فكرته ان هو بيجيب سمك زريعة سواء بوري او بولتي، بيحطه في الاقفاص دي بحيث ان هو يطلع جودة سمك كويسة، لان ايه ده بيبقى سمك متربي في الاقفاص في مياه مفتوحة. اللي حصل بقى ايه خليكم معانا، هنقول لكم ان شاء الله لما نوصلهم لبركة غليون في اخر نقطة في النيل عشان نلحم الكلام كله بايه ببعضه بمشيئة الله. طبعا دي كمية تانية. طبعا السلام عليكم. ازي حالك؟ دي كمية تانية اهي زي ما انتم شايفين، طبعا طول النيل. الله يكرمك يا رب. ازيك يا عم الحاج؟ عامل ايه؟ في برضه شوية هنا يا لطيف يا رب. يا حاج، هو السمك اللي مات ده بتاع الاقفاص بس ولا الاقفاص واللي في المية؟ ده بسبب فتح البوابات طبعا. ايوه والله العظيم. طب الناس كلها عليها شيكات. ايوه من الاكل والشرب وعلم شكاوى. يا لطيف يا رب. طب انا عايز اسالك سؤال عشان السؤال ده كلها والله. يا لطيف يا لطيف. الناس بيكتب شيكات ويروح يجيب بيكتب شيكات. فاهم انا فاهم. طب انا عايز اسالك في سؤال مهم جدا. اتفضل. الاقفاص دي بيدفعوا ليها ايجار ولا لا؟ مش عارف بقى بيدفعوا في المجلس صحيح ولا لا. هو اي ما انا عارف. لا ما انا فاهم فاهم، ما تخافيش، ما فيش حاجه، ده احنا بنعرف الناس لا اكتر ولا اقل، يعني ما فيش مشاكل. هي الفكره بس ان احنا عشان الناس دي تاخد حقها، لو بيدفعوا ايجار او بيدفعوا مبالغ فهم من حقهم يسالوا الدوله في الخسائر دي، لو ما بيدفعوش فكده هيبقى فيه كلام تاني. ما نعرفوش والله. ربنا المستعان. مش عارف بيدفعوا ايه. ربنا عوض علينا. الله يخليك يا رب يا حاجة. ربنا يحفظك. ربنا عوض علينا وعليهم وعلى المسلمين جميعا. ما انا عارف اذى خرب بيوت ناس ياما. وما شوف السمك ده صار السمك كارثة. كارثة طبعا طبعا طبعا. يعني احنا بدل ما نستورده سمك بالدولار. السمك عندنا هو بيموت الاف الاف الاف. انت تشوف بقى البحر كله. ما انا عارف، ما هو بطول البحر كله يا جماعه. يا عبد اصحابي ايه، ربنا عوض علينا وعليهم يا رب. طبعا يا جماعه دي مأساة كبيره خالص حلت على النيل فرع رشيد، والسبب هنقوله لكم دلوقتي. ده اطنان من السمك النافق. كلها بنفس المنظر ده زي ما انتم شايفينه. دي حاجه بسيطه. بصوا يا جماعه الكميات ديت، كل ده سمك نافق و
والسبب هنقوله لكم دلوقتي. ربنا عافينا يا رب، بيعوض على الناس دي. الفاصل اللي انتوا شايفينها ديت ده مشروع سمك. الناس دي بتربي سمك اللي هو البوري والبلطي، بيربوه في النيل فرع رشيد. ده كده فرع رشيد نهايته بركة غليون. هنكمل معاكم الفيديو وهنقول لكم ايه السبب في الكلام ده دلوقتي، خليكم معنا. وصلنا هنا يا جماعة للموقع ده، وهنا بالظبط بداية الحكاية ونهاية الحكاية. المقطع ده قديم بالنسبة لنا، استندت بيه لان كنت المفروض نروح نصور لكم في بركة غليون، ولكن ربنا ما أرادش لظروف ما. ولكن بإذن الله ومشيئة الله هيبقى فيه جزء تاني للفيديو ده هنوصف لكم فيه اللي بيحصل. ولكن برضو أنا مش هنقول كلام زيادة زي اللي هنقوله النهاردة مثلا، هو نفس الكلام، ولكن هنقوله بتفصيل في مكان كويس. برضو كنت عايز موقع أفضل من إيه من ده. الجنب اللي احنا واقفين فيه ده جماعة ده بركة غليون اللي هو تابع لمحافظة كفر الشيخ. الجنب التاني اللي هو الرصيف التاني اللي انتوا شايفينه دوت بغاز رشيد تابع لمحافظة البحيرة. هنا نهاية فرع رشيد، مكان الجزء اللي احنا فيه ده على الخريطة كده، ده نهاية فرع رشيد جنب بركة غليون، والجنب التاني بغاز رشيد. شايفين انتوا الخضار اللي هو واقف قدام مني ده؟ دي يا جماعة زرع بحري او طحالب بحرية ايا كان اسمها. دي بتنشأ في اماكن متغطية بالمية، يعني بتبقى تحت المية. اما الزهرة هنا قدامي ازاي؟ زهرة هنا قدامي لان البحر في الوقت ده ناقص. طبعا احنا اتعلمنا في المدارس ان في حاجة اسمها مد وحاجة اسمها جزر. احنا مثلا بنقول عليها الخسية والزيادة، او بنقول عليها الزيادة والنقص. فالمكان ده كل يوم بيشاهد زيادة ونقص. وقت الزيادة يا جماعة مية البحر بتدخل على النيل، وقت النقص مية النيل بتدخل على البحر. فعشان كده المكان ده دايما بيبقى مخلط بمائية البحر ومية النيل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانهار وخلق البحار خلقهم بيخدم ويدوا من بعض عشان نسبة الملح اللي في المية. يعني مثلا البحر الابيض المتوسط ده لو مية النيل اتقطعت عنه نسبة الملح فيه هترتفع. والكلام ده طبعا علمي، تقدروا تبحثوا عنه وتتأكدوا ايه وتتأكدوا منه. فالزيادة والنقص بتخلط المية اللي هي موجودة في المكان ده، ودي من اسباب الكارثة اللي حصلت. ازاي بقى؟ ان السمك اللي عايش في المكان ده متعود على نسبة ملوحة معينة، نسبة ملح معينة في المية، وبالتالي طبعا المية دي بيبقى فيها اكسجين، والاكسجين اللي موجود في المية المالحة غير الاكسجين اللي موجود في المية العذبة. نسبة الاكسجين اللي هي هنا غير نسبة الاكسجين اللي هنا، ونسبة الاكسجين اللي في المية المخلطة بتختلف اختلاف تاني خالص برضو عن اللي هي المالحة بس وعن الحلوة بس. فايه اللي حصل بقى معانا؟ اللي حصل معانا بقى ان بسبب سد النهضة اللي ربنا ان شاء الله هيجيب اجله باذن الله وهيسبب الاسباب اللي هتجيب اجله، بدأنا احنا نقلل من المية الحلوة اللي هي بتنصرف في البحر الابيض المتوسط اللي هو عن طريق فرع دمياط وعن طريق فرع رشيد. بنقلل حفاظا على ايه؟ على كمية المية الاحتياطية اللي هي موجودة في السدود عندنا. طب وبعدين؟ بعدين حصل فيضان في الفترة اللي فاتت دي، اكيد سمعت عنه، في المنطقة ديت. فربنا اراد ان المية دي تعدي من اثيوبيا رغم عن اللي جايبين ابوهم، ما انا اسف في المصطلحات ديت ولكن من غزي يعني، وتوصل للسودان. السودان ربنا كرمها وعبت السدود بتاعتها هي كمان، ومالت القنوات بتاعتها لحد ما خدت كفايتها من المية بتاعت الفيضان اللي هي في نهر النيل. ترجع تاني راحت فتحة السدود بتاعتها علينا احنا في مصر. بدأنا احنا كمان في الفترة اللي فاتت ديت، الناس الصيادين عارفة الكلام ده، بدأنا نشوف كلنا زيادة في القنوات بتاعتنا وفي الترع وفي كذا وكذا. دي كانت ناتجة من الايه؟ من الموضوع ده، المية اللي هي طلعت من السودان.
المياه دي كلها بدأت تملى عندنا لحد ما احنا كمان الحمد لله وفضل الله اخدنا الحصة بتاعتنا اللي تملى السدود بتاعتنا في المياه، بدأنا نسرب المياه في نهر النيل، ولكن سربناها بكمية كبيرة جدا. الكمية اللي هي اتصرفت دي يعني فتحهم هم بيقولوا فتحوا 12 عين او 15 عين تقريبا على نهر النيل. كمية المياه اللي اتفتحت ديت أثرت على المنطقة دي كلها، فخلت المية اللي هي المفروض مختلطة بمية البحر الأبيض أو مية البحر، المية اللي هي كانت مختلطة دي بقت مية حلوة. فطبعا هي في ناس قالت إن هي محملة معاها الأتربة والطحالب والكلام من ده، ولكن مع ذلك كله نسبة الأكسجين اللي هي في المية اتغيرت، إن هو بدل ما كانت نسبة أكسجين في مية مخلطة بقت في مية حلوة أو مية إيه عذبة. بالتالي اللي حصل للسمك ان هو جاله نقص اكسجين او زيادة في الاكسجين او تسمم اكسجين، جاله لخبطة بسبب الاكسجين وبسبب المية دي. فده كان السبب الاساسي في هلاك كمية السمك اللي انتوا شفتوها دي. وعلى فكرة اللي انا صورته ده ما يجيش جزء من الحقيقة او ما يجيش جزء من اللي حصل. دي كانت الايه القصة. فطبعا ده كان دمار للثروه السمكيه، المفروض ان احنا يبقى عندنا احتياطات احسن من كده. طبعا في اسر ياما اتشردت وهتتشرد بسبب الموضوع ده، لان زي ما الراجل كان بيقول الناس دي بتمد شكات على نفسها عشان تاخد اكل وشرب للسمك ده وتاخد اكل للسمك ده لحد ما تخلص الدوره بتاعتها، موضوع اذى جامد. زائد احنا برضو نفسنا الثروه السمكيه نفسها بتتهلك، يعني السمك اللي مات ده مش كله من الاقفاص، ده كان اغلبيته سمك عايش بين الميتين، بين المياه الحلوه والمياه المالحه. هلاك يا جماعه ودمار مأساة. فرجاء نشير الفيديو دوت ونعمله لايك عشان ينتشر يوصل للمسؤولين، بحيث ان هم يعملوا احتياطاتهم في المواضيع اللي زي دي، الموضوع ده يتقنن برضو حفاظا على الثروه السمكيه. يعني رجاء تهتموا بالحاجات دي الناس المسؤوله، وربنا يسترها علينا جميعا يا رب ويعوض على الناس دي. ان شاء رب العزة هنحاول نقف في مكان تاني وموقع تاني نتكلم فيه بطريقة افضل عن اللي حصل، نبقى موجود على الطبيعة، نشاور لكم بقى على ايدي اليمين وايدي الشمال، هنحاول نجيب لكم بداية النهاية من الموضوع من اول قناطر ادفينة لحد بركة غليون عشان نوصف لكم برضو اللي حصل ده. ندعم من الله ان ربنا يعوض علينا جميعا ويعدي المأساة دي على خير، وان شاء الله خير يا جماعة. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح الخالقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.